كان نعرف اش قاعد تخمم. راك خسرت سينو تكمل واللعبه فيها 3 كيستيون. مرحبا بيك في العب على المونتاليست بارتي 5. نحبك تاو تخمم في زوز اشكال هندسيه سهلين، متى دو فورم جيومتريك سامبل ويبداو هذوما في وسط بعضها. مثلا ناخذوا اكزامبل نقولوا مربع في وسط نجمه. نخليكم 3 سكوند باش تخمموا، 1 2 3. وكان خممتوا في دوره في وسط مثلث ولا العكس مثلث في وسط دوره، راكم كنتوا ظاهرين على الاخر. نمشيو تو للسؤال الثاني. نحبكم تو تخمموا في بيس دو موبل مع قطعه نتاع اثاث في بيتكم، مثلا نتاع فراش ولا خزانه. نعطيكم 3 سكوند تخمموا، 1 2 3. وكان عندكم برشا شوا، اما كان خممتوا في كرسي راكم خسرتوا في السؤال الثاني. نمشيو تو للسؤال الثالث وقعدوا كنا صح نتصور. في السؤال الاخرين نحبك تخمم في اداه من الادوات المدرسيه، لون دي فورنيتور سكولير، مثلا ساك ولا كراسه، اي حاجه عندك لو شوا دي بتختار اللي تحب. كل عاده شديك 3 سكوند باش تخمم، 1 2 3. وكان خممت في مسطرة على الغالب راك خسرت في السؤال الاخراني. كل عاده نحبكم تقولوا لي في الكومنتات انا هو السؤال اللي تحطوا فيه ولا اسكو كملتوها من الكل. كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا جيم وفولو. كان معكم فيصل المونتاليست، ملتقنا ان شاء الله فيديو واحد اخرى. علي باي باي، تشاو تشاو.